السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الركراكي. الركراكي وين يحسم مستقبل نجم المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا. وأوضحت المصادر نفسها أن إدارة يعني إيدهوفن حسمت قرارها بخصوص مستقبل سبيري للبيع لفترة متبقية في عقده، لأن العروض التي تلقاها النادي تلبي طموحات المالية والتي سبق وأن حددها وانتظر فقط اختيار العرض الأفضل للنادي واللاعب. مصدر ذاتي أشار إلى أن نيوكاسل الإنجليزي تواصل مع وكيل الدولي المغربي ويرغب في التعاقد معه في الانتقالات الشتوية الحالية، كما أن إشبيليا مهتم بدوره بالتعاقد مع اللعاب في الوقت يبقى الفريق الإنجليزي الأقرب حتى الآن في انتظار التطورات التي ستشهدها الأيام القليلة المقبلة، حيث أن احتمال تأجيل اللعاب رحيله عن الملاعب الهولندية إلى غاية الصيف القادم يبقى وارد بقوة. ويرتبط سبيري بعقد مع إيدهوفن يمتد إلى غاية 30 جوان 2028، وقد خاض 25 مباراة مع فريقه هذا الموسم حتى الآن في جميع المسابقات، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، كما شارك في 4 مباريات مع المنتخب المغرب الأول وقاد المنتخب تحت 23 عام للفوز بكأس أمم إفريقيا. يعني ويحظى اسماعيل سبيري متوسط ميدان الفريق يعني إيدهوفن الهولندي لكرة القدم باهتمام كبير من بعض الأندية الأوروبية والتي تواصلت رسميا مع وكيل أعماله للتعاقد معه بداية من فترة انتقالات الشتوية الحالية، بعدما قدم نفسه كواحد من بين أفضل أسماء الواعدة في الدور الهولندي هذا الموسم ليفرض مكانته داخل منتخب المغرب الأول بقيادة المدرب وليد الركراكي. على بالكم اللاعب هذا نهار اللي لعبت يعني عقل لعبة المغرب تاع إيفان تروا أمام غانا وربحوا، وين ما لعبش هذا يا والله العظيم لو نقولوا دخل هذا اللاعب سبيري، هذا اللي غادي يغسلك ويسلكوا في الدورة الكومبلي على بالك. هذه هي السبيري سيكون في من بين أبرز الأسماء التي يراهن عليها الركراكي مدير الفني للمنتخب المغرب في النسخة القادمة من نهائيات كأس أمم إفريقيا والتي سيحتضنها الكوت ديفوار. بدأت اليوم عليا، خاصة بعدما خطف الأنظار مع الفريق ومع المنتخب الأسود الأطلس تحت 23 عام. كان يجاوب بسبب يعني أن إسماعيل سبيري يحظى باهتمام من بعض الأندية الإنجليزية والإسبانية والتي ستتابعه في المشاركة مع منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا، وبات حظوظ اللعاب وفيرة لضمان مشاركته في بعض المباريات بهذا العرس الكروي القاري بحكم لياقته البدنية العالية وبنيته الجسمانية الجيدة والتي سيحتاجها المدرب الأسود الأطلس في خط الوسط الميدان، حيث من الممكن أن يحسم قرار الركراكي باعتماد عليه في كان من عدمه مستقبلا يعني مستقبل اللعاب. غادي يكون لعاب خاطر لا كاين لعابة في المنتخب المغربي على بالك ماشي اللي يدي المكانة تاعو اللي يقلع كيما يقولك كيسموها يا ربي كيما يقولك ماشي سهلة ماشي سهلة خويا، على بالك أسماء ثقيلة
يعني أسماء ثقيلة في المنتخب المغربي، مش سهلة. نقول لك أسماء ثقيلة والله ما سهلة. ما غاديش تكون سهلة اليوم. عاودتي شو بيش تشوف البطولة الآسيوية؟ البطولة الآسيوية خويا، البطولة الآسيوية اللي قلت لك اليابان تحبسها، شكون اللي حبسها اليابان؟ انت تتكلم على الإمارات ولا؟ ما تكلش على الإمارات، تحبس لك اليابان تاول، ما تكلش عليها، هو غادي يدير الصح. انت تتكلم اليابان تحبس لك، شكون اللي غادي يحبس؟ اليابان في ضربتها الأخرى، ضربتها بربعة أول، وقيل هي اللي اليابان، وقيل هي اللي ضربت تونس بربعة. مولا كاول عميل، عشر مباريات توالى اللي لعبتهم، اليابان سالفادور، اليابان ستة، اليابان بيرو، اليابان ربحت بربعة قاطعة، اليابان ألمانيا ربعة قاطعة، اليابان اثنين ربعة، تركيا اثنين، اليابان ستة، كندا هدف، اليابان اثنين، تونس صفر، لا هي كات دو كات زيرو، تونس لقت أربع أهداف، اليابان خمسة، ميانمار صفر، اليابان خمسة، سوريا صفر، اليابان خمسة، تايلاندا صفر، اليابان ستة، الأردن هدف. هل يستطيع المنتخب العربي إيقاف الساموراي؟ صعيبة شوية، أو صعيبة أودي خويا، غازبة سهلة ولا هم يقول لكم صعيبة، أو شكون بيلاقيهم؟ يقول لك أنا عادو. تربح بغي بقى غادي ياكلوا بعضهم بعض، قاطر ولبنان، قاطر ولبنان، غادي ياكلوا بعضهم بعض. هادي هي ماشي سهلة، هم لعبوا قطر لبنان، صعيبة مش سهلة. هذه هي حنا كما يقول لك، الله ينجحهم، الله ينجح كل المنتخبات العربية، هذه اللي نتمناوها إن شاء الله بربي. ينجح المنتخبات العربية. ديجا المباراة الأولى بين مصر وبين كوت ديفوار، ساحل العاج، مصريين هما اللي غادي يدوروها.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيح.